مرحبا، موعد أخبار مواقع التواصل الاجتماعي بلش. جهزوا حالكم لحتى نتعرف سوا على آخر الترندز من مختلف دول العالم، وحنبدأ مثل العادة بعناوين سريعة. الانطلاقة من المغرب والسبب جدل من بعد صعود امرأة غير محجبة على منبر أحد المساجد. ومو بس بايدن عنده زلات لسان، شكل نائبته عم تنعدى منه. أما الختام فمع ميزة لحماية البرايفيسي من واتساب، لهيك خلونا نبدأ فوراً. أول خبر، لوجين على تويتر. يعني قديش حكينا من قبل عن زلات لسان جو بايدن يلي بيفوت حاله بقصة وبيطلع بتانية، وبين جدل رواد السوشيال ميديا من طرف وسخريتهم من طرف آخر. على ما يبدو بايدن عم يعدي الطاقم عنده، فانتشر مقطع فيديو وثق الحالة يلي أصابت هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووضعتها بحالة مخجلة وغريبة. هي الحالة يلي تفاوتت بين الضحك والغضب، انتشرت بين رواد السوشيال ميديا مثل النار بالهشيم، وأثارت بلبلة واسعة بالشارع الأمريكي خصوصاً. مقطع كامالا هاريس بيظهرها وهي بحالة غريبة بالوقت يلي كانت عم بتحاول جاهدة أنها تستعيد توازنها، ولكنها استمرت بالتصرف بطريقة غير مفهومة وبينت وكأنها غير مدركة تماماً للشيء اللي عم بتقوله. ومن بعدها بدأت التكهنات وبدأت التحليلات تتوالى حول صحة هاريس النفسية والجسدية، وأيضاً سبب ظهورها بهي الحالة المحرجة لما كانت عم تلقي خطابة بالبيت الأبيض. بعض الحاضرين قدروا أنه هي كانت بحالة، أو قالوا أنه هي كانت بحالة سكر لما شافوها هي عم تضحك وتحكي بكلام مبهم وغير متوازن أثناء محاولتها أنه تجاوب على أسئلة بعض الصحفيين اللي كانوا حاضرين، إلا أنه آخرين فضلوا يبعدوا عن مثل هي التكهنات وما علقوا. وبتعليقات رواد السوشيال ميديا، فالكومنت الأساسي قال أنه نائبة الرئيس في حالة سكر أو تناولت بعض المهدئات الثقيلة، ما حنحكي كتير أو نفتي كتير بهي الحالة، حنشوف سوا التصرف ونرجع لنكمل باقي أخبارنا. الخصوصية صارت سمة مميزة بشكل متزايد بين تطبيقات الدردشة المختلفة، وهذا الشيء دفع واتساب لإطلاق ميزة جديدة مع آخر نسخة محدثة لإله بتسمح للمستخدمين بإغلاق المحادثات الخاصة فيهم، بحيث إنه ما بيقدر أي شخص يقراها من دون الباسورد الخاص فيها. أما بالتفاصيل فهي الميزة الجديدة بتتيح إخفاء كثير من المحادثات والرسائل الأكثر سرية عن أعين المتطفلين بملف منفصل، وبمجرد وضع هي المحادثات بمكان تخزين خاص حتقدروا أنه توصلوا لإلها باستخدام رمز مرور أو باسورد عادي أو عبارة عن بصمة الأصبع. طبعاً قفل الدردشة بيخفي أيضاً محتويات المسجات يلي ممكن توصلنا عن الظهورة وما بتطلع بالإشعارات، وهذا الشيء بيعني إنه ما حدا حيقدر يشوف المسجات السرية أو الحساسة الخاصة فينا حتى لو كان مستعير موبايلنا أو كان بإيده مثلاً هذا الموبايل. فبعد اليوم ما عاد في أي إحراج بهذا الموضوع. الميزة الجديدة سهلة كتير بالاستخدام، فمن بعد ما تحدثوا الأبليكيشن ببساطة بتقدروا تقفلوا الدردشة عن طريق النقر على اسم الشخص أو حتى النقر على اسم المجموعة، ونختار القفل من دخل الباسورد وانتهى الموضوع. مع هالخبر بنكون وصلنا لنهاية جولتنا اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والقصص والفيديوز الترند يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل الكومنتس والقصص الترند وحتى الفيديوز واللينكات وغيرهم من يلي القصص يلي حابين نحكي فيها. وعنا أكيد أنا برجع أشوفكم بكرة إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تلفزيون سما بنفس الوقت. من هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.